الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا سورة الإسراء ورقم الآيات 22 فإنني أتقدم إليكم بكلمة وجيزة حول الموضوع آداب بر الوالدين والإحسان بالوالدين أيها المسلمون يتزمن كل عمل من أعمال بر مع البعد عن كل ما يؤذينا وذلك من الشكر لهما وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك وآخر سورة الإسراء وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.